معنا الأستاذ محمد عبد الكريم صاحب شركة إكسبريس لجلب الأيدي العاملة. بداية أسعد الله أوقاتك. يا عميد مرحبا. يا أهلا وسهلا، شرفتونا. في البداية بحب أتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين بحضرتك أكثر وعن بداية حياتك في دولة قطر، تفضل. أنا اسمي محمد عبد الكريم من سوريا، جيت قطر تقريبا من 30 سنة والحمد لله رب العالمين، مبسوط وعايش وعملنا شغل الحمد لله رب العالمين. والشركة نحن أسسناها بناء على رغبة الناس أنه نجيب أيدي عاملة متميزة بقطر، والحمد لله رب العالمين شوي شوي أثبتنا وجودنا ونحن عنا اسمنا الحمد لله رب العالمين. وتقريبا نحن صرنا بال 2017 بدأنا بالشركة، بس طبعا قبل 2017 كانت في أعمال تانية إلى أن توصلنا لإنشاء هاي الشركة. جميل. متى تأسس شركة إكسبريس؟ بال 2017. تمام. خلينا أعرف السادة المشاهدين أكثر عن مجال عملكم والخدمات اللي بتقدموها للمجتمع القطري. هلا نحن منجيب خادمات من الفلبين. نعم. منجيب خادمات حسب المواصفات والطلب اللي بيطلبه الزبون. في بعض الأشخاص بدهم إياهم تكون مربية للأطفال، في ناس بتحتاج بس للتنظيف وللكوي وللغسيل وهالأمور، في ناس بتحتاج خادمات لكبار في السن، مثلا يكون عندهم الوالد أو الوالدة بدهم مساعدة، بدهم أدوية معينة، بدهم كذا، فهي الخادمة بتكون عندها خبرة مسبقة، يعني هي خادمة حلو وليست نيرس، مش ممرضة. جميل. اي نعم. في ناس بدهم طلبات مسيحيه مثلا، في ناس لا بدهم مسلمات، في ناس بدهم باعمار معينه، يعني شو اي طلب انا موجود عندي متوفر عندي الطلبات الحمد لله رب العالمين. الله يوفقكم يا الله يسلمك. طبعا كرة. اكيد استاذ محمد في كل بدايه مشروع الا ما تمر بمعوقات وعقبات تحديات، بدنا نحكي ما هي ابرز التحديات اللي مريتوا فيها والحمد لله تخطيتوها. هلا بالبداية نحن أول ما فتحنا الشركة أي شيء جديد أنت يعني بتكون عامل له دراسة أول شيء بالسوق. بس دائما الأشياء العملية أرض الواقع بيختلف عن الدراسة النظرية اللي أنت عملتها. بالضبط. هي الـ يعني الحمد لله رب العالمين، أول ما بدأنا نحن عملنا يعني دراسة مستفيضة للسوق وطريقة التعامل ونوعيات المكان المستخدم أو المستخدم. أقول لك الصراحة الحمد لله رب العالمين ما لقينا أي صعوبة، صريح أنا معك ما عنا أي مشكلة الحمد لله رب العالمين. أول ما اشتغلنا بهاي أنشأنا الشركة لحد الآن، لا الحمد لله دولة قطر موفرت لنا كل شيء، عنا وزارة العمل عم تضمن حق المستخدم والمستخدم والشركة المستخدمة إيد بإيد، أي شيء نحن بنحتاجه نتصل لوزارة العمل نسأله نستفسر منه قبل ما نعمل أي شيء، فمكتورين الخير جدا وزارة العمل أنه هن واقفين جنبنا، واقفين جنب المستخدم والمستخدم. ف بوجود وزارة العمل وناس إدارة مثل وزارة العمل يعني سهلت كتير أمور لإلنا. وجولها بكل فاخر، أنا قطري أنا قطري خير ومحبة محضاري، وجولها بكل فاخر أنا قطري أنا قطري. منافسة شديدة. نعم صحيح. شركات متعددة في دولة قطر. صحيح. بدنا نحكي شو بميز إكسبريس لجذب الأيدي العاملة عن باقي الشركات. شوف هلا كل الناس خير وبركة. نعم. مثل ما قلت السوق في منافسة. أكيد. هلا في عندك عدة اعتبارات أو عدة عوامل. أهم نقطة إنه أنت وقت عم تجيب العاملة المنزل للبيت أنت عم تجيبها من بيت أهلها. هاي أهم نقطة، إنه وقت عم تيجي تدخل بيوت الناس هون عم تدخل على بيوت مثل أهلنا، يعني أنا بدي أعتبر الخادمة وقت عم تيجي على بيتي مشان أقدر أنا أدخلها لبيوت الناس.
الحمد لله رب العالمين. عم نجيب الخادمات عندهم خبرات متوفرة حسب طلب الزبون. عندنا الأمانة وهي رقم واحد الحمد لله رب العالمين. وبالإضافة لأنه الخادمة أو عاملة المنزل بالأحرى عاملة المنزل هي عم تيجي عشان تشتغل. يعني نحن الحمد لله رب العالمين إذا هلا بتزور المكتب كله تفتح يعني ما تلاقي عنده مرتجع. فبتيجي الخادمة بالإضافة للسرعة. أنا خلال 25 يوم بإذن الله بكون الخادمة موجودة ما شاء الله. نعم هلا في ناس بتاخد معهم ممكن 60 يوم ممكن في ناس 70 يوم. فنحن بنقدر 25 يوم بعد إصدار التأشيرة بعد إصدار التأشيرة استلمها مني بعد 25 يوم ما شاء الله. بالإضافة أنت بتعرف أي منتج أي سلعة أي شيء. طبعا نحن نترفع عن كلمة سلعة لعامة المنزل بس أنا عمول كسوق اقتصادي كتجارة عامة عشان أول شيء بتطلب الجودة والسعر. تأكيد أول شيء الجودة بالضبط. والحمد لله رب العالمين نحن عنا طلبات حسب ما بيتمنى البيت القطري الموجود من الأمانة والإخلاص بالإضافة للإتقان بالعمل. الله يوفقكم يا رب أستاذ محمد. أكيد الإنسان طموحه لا يتوقف. نعم كل إنسان عنده رؤية مستقبلية في العمل. صحيح. أنت كإنسان ناجح وطموح محمد عبد الكريم بعد سنتين أو ثلاث سنوات وين راح نشوفك؟ هلا إن شاء الله إن شاء الله بالخطوة القادمة راح نفتتح شركة للتنظيفات. نعم بإذن الله. حنفتح كمان مشروع جديد اللي هو للرعاية الطبية. حلو. ممرضات حصرا بشهادات موثقة يعني ميداني. ايه يعني نحن في عنا مثلا بعض الأشخاص بيحتاجوا لرعاية أطفال عندهم بعض الأمور الصحية. تمام. أو كبار بالسن. جميل. يكون عندهم أدوية معينة بيكون نحن حنجيب إن شاء الله ممرضات ذات خبرة وبشهادات علمية. رسالة شكر للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني وإلى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني على نعمة الأمن والأمان. تفضل. قطر تعتبر
تربة خصبة للاستثمار وللمستثمرين. في عدة عوامل المستثمر ساعة بده يفتح أي مشروع، في عدة عوامل بياخذها بعين الاعتبار. رقم واحد الأمن والأمان، رقم واحد الأمن والأمان، والحمد لله دولة قطر من الحمد لله رب العالمين من الدول اللي نحن منا ونخلي بابنا مفتوح على الصعيد الاجتماعي، خلينا نحكي. أما الصعيد الاقتصادي تتميز قطر بأول شيء الاقتصاد القوي، اثنين أنت عندك استقرار اقتصادي، عندك استقرار اقتصادي. هالشيء هالثلاث عوامل هدول اللي هن الأمن والأمان، القوة الاقتصادية، الاستقرار الاقتصادي، هذا بيشجع المستثمر أنه يجي وقلبه مطمئن أنه يحقق النجاحات والنجاحات والنجاحات. طبعا هذا الشيء كله يأتي بعود لفضله لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد، الشيخ تميم بن حمد عزنا وقال أبشروا بالعز، والعز موجود الحمد لله رب العالمين على كل الصعود. فهو بيشجع الاستثمار وهو اللي فاتح أبواب النجاح لأي إنسان أن يكون موجود على أرض قطر. وأكيد أكيد 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 اللي بده يجي على قطر حيكون مبسوط كتير. أكيد الله يديم هاي نعمة الأمن والأمان على الطيبة. طبعا على رأسهم سيد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وإلى الشيخ تميم حفظهم الله ورعاهم. طبعا بتشكرك لرسالتك. الله يسلمك. طبعا قبل نهاية البرنامج بدي أخذ منك توضيح لوكيشن شركة إكسبرس لجلب الأيد العامل، كيف يتم التواصل معكم؟ نحن أول شيء في عنا الحمد لله رب العالمين سمعة طيبة الحمد لله واسم طيب موجود. اثنين في نحن عنا رسائل بشكل دائم والإعلانات. نعم. رسائل عن طريق التلفون. نحن بنتواصل مع الزبائن كمان بشكل دائم عن طريق الواتس بالمناسبات. جميل. ممكن كمان نحن عنا عن طريق الدعايات الجرائد. حلو. كمان والحمد لله رب العالمين من إلى من إلى يوصل الله لعنا. يا رب. الله يسلمك. طبعا نتشكرك على استضافتك. الله يسلمك يا رب. في مكتبك الخاص. الله يسلمك. أنا بتشرف فيك. أنا اللي بتشكرك. شكرا كثير. شكرا كثير. الله يسلمك يا رب. أنا قطاري.